ان شاء الله هنعمل مع بعض فطائر بالجبنه. وصفتها لذيذه جدا وسهله، وعجينتها هشه ونتيجتها تحفه. عجينه طريه جدا وهشه، هقولك دلوقتي عملناها ازاي مع بعض. المقادير بتاعتي: معلقه كبيره من اللبن البودر، معلقه صغيره من الملح، معلقه كبيره من السكر، معلقه كبيره من الخميره الفوريه، نص كوبايه من الزيت، كوبايه عندي وتكون دافيه من الميه. اول حاجه عندي هجيب الطبق بتاعي اللي انا هعجن فيه، هنزل عندي كوبايه الميه بتاعتي، واحط عندي الخميره والسكر بتاعي واللبن البودره بتاعي والملح والزيت، وهقلبهم كويس مع بعض. بعدين هنزل عندي بالدقيق بتاعي لحد ما العجينة تلم معايا، وبعدين بجيبها عندي على الرخامة بتاعتي بالشكل ده كده عشان اقدر اتحكم فيها. اهم حاجة اعجنها كويس مش اقل من 7 لـ10 دقايق. دي العجينة بتاعتي بعد لما خلصت معايا بالشكل ده، هغطيها عندي وهحطها في مكان دافي وهسيبها تخمر معايا بالشكل ده. هقطعها عندي كور صغيرة بالشكل ده كده، ده العجين بتاعي بعد لما قطعته معايا كور صغيرة كلها بالحجم ده. هجيب الصينية بتاعتي اللي انا هخبز فيها وبرص عندي بالشكل ده كده، بعد ما برصه معايا بالشكل ده كده هجيب كوباية عندي تكون لها مدورة من تحت وهتك عليه هنا كده، بعد ما بخلصهم معايا بالشكل ده. اهم حاجة ان الكوباية بتاعتك من تحت تكوني دهناها دهنة بسيطة عندك من الزيت. هجيب عندي الجبن بتاعتي، انا هنا مستخدمة جبنة موتزاريلا وجبنة صفرة، تقدري تستخدمي فيتا او موتزاريلا او اي نوع متوفر عندك انت حباه، وهحطه عندي بالشكل ده كده. بعد ما حطيت الجبنة بتاعتي كلها عندي بالشكل ده، هجيب عندي فلفل وطماطم واحطهم عندي بالشكل ده كده. بحط عندي طماطم بتاعي والفلفل، بجيب عندي معلقه من اللبن، ممكن تحط عليها بيضايه ورشه من الفانيليا، يعني هنا مستخدمه لبن بس، هدهنها كده بالشكل ده. وبعدين هجيب عندي سمسم وهحطه على الحرف ده بالشكل ده كده، وبعدين هدخلها عند الفرن. الفرن بتاعي بكون مسخناه كويس جدا من قبلها، واحطها عندي على الرف الوسطاني. اول ما بتستوي عندي بفتح عليها الشوايه عشان تاخد معايا لون. ده بيكون شكلها بعد لما بتخلص معايا وبتاخد عندي اللون الذهبي ده، وبتاخد معايا اللون ده من تحت. عجينتها طريه جدا، جربيها وان شاء الله هتعجبك جدا وبالف هنا.